دائما ما يكون معرض القاهرة الدولي وجهة عالمية لكل القرى والمثقفين، وتتميز هذه الدورة بتنظيم عالي المستوى بعدما تم نقل مقره إلى مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، كما تشارك الجامعة العربية في المعرض كضيف شرف هناك. المزيد نتابعه مع حضرتكم في سياق التقرير التالي. انطلاقة جديدة لمعرض القاهرة للكتاب الدولي الذي يقام لأول مرة بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك في دورته الخمسين احتفالا بحصوله على اليوبيل الذهبي. يقام المعرض هذا العام على مساحة 24,000 متر مربع بمشاركة 35 دولة، وتتواصل فعالياته حتى 5 فبراير المقبل. أنا على طول بشارك كل سنة في أرض المعارض اللي في مدينة نصر، بصراحة جيت المرة دي الموضوع طبعا كبير حلو قوي، الموضوع منظم، في حاجات يعني دار نشر كتير مختلفة موجودة، والموضوع منظم قوي وحلو قوي بصراحة، وفي كتب فيها فرايتي واسعة قوي. هو فعلا يوبيل ذهبي حقيقة على أرض الواقع، عيد المثقفين، كل مثقف في مصر بيرتاده. بنقول دايما ان مصر بخير، وان الكتاب الورقي تحديدا موجود وفي مثقفين في مصر، واحنا سعداء. والسنه دي في انتقاله لمركز مصر هنا المعارض كان اطلاله جديده جدا امام المسؤولين، واحنا بنحيي كل قائم على هذا العمل الثقافي الرائد. يفتح المعرض ابوابه امام المواطنين منذ الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء يوميا، كما تم توفير 70 خط أتوبيس لخدمة الزوار. المعرض استعان هذا العام ب580 متطوعا من أجل توجيه وإرشاد الضيوف من البوابات إلى داخل صالة العرض. السنة دي النسخة 50، المكان جديد، التجربة جديدة علينا كلنا. في البداية احنا اتقسمنا جزئين، انا واحد من المتطوعين كنت اوريدي معهم السنة اللي فاتت، اتعملت تدريبات وبناء عليه اخدت تقييم معين، والناس اللي اتقبلت او نجحت في الاختبارات دي تم تعيينهم كمسؤولين للمعرض السنه دي. يعني انا مسؤول عن صاله واحد، في زمايلي مسؤولين عن صاله 2 و3 و4 وغير البوابات. ويضم المعرض هذا العام 749 دار نشر، من بينها 579 دار نشر مصريه، 62 منها تشارك لاول مره. النقلة الجديدة النهاردة أو النقلة الحضارية اللي تمت النهاردة، وده أعتقد أنه أسعدنا كلنا جميعا كمصريين وكمثقفين أن النهاردة المعرض موجود هنا في أرض مركز المعارض. الإمكانيات المتاحة اللي موجودة أتاحت لنا الحقيقة فرصة أن احنا نقدر الشكل العرض والمواصفات اللي موجودة كلها مواصفات تضاهي كل المعارض الدولية والعالمية. وقد تم اختيار جامعة الدول العربية لتكون ضيف شرف للمعرض هذا العام، ويعد هذه هي المرة الأولى التي تحل فيها منظمة دولية كضيف شرف. معرض الكتاب السنة دي هو حدث هام جدا بالنسبة لينا كمصر، يعني جامعة الدول العربية بقى واختيارها كضيف شرف ده شرف لأي حد بينتمي لأي منظمة من منظمات العمل العربي المشترك أو منظمات جامعة الدول العربية. فالحدث النهاردة فعلا جميل، وإحنا شايفين اللي إحنا شايفينه النهاردة، التطور اللي شايفينه في المعرض والإقبال والناس موجودة والمشاركة وجناح جامعة الدول العربية حقيقي كمان هو حاجة متميزة جدا. دورة جديدة تفتح أبوابها هذا العام أمام كل عشاق القراءة حتى تصبح متنزها إلى جانب تغذية العقول.